وين تجي ويانا؟ احنا مسافة بعيدة راح نروح، انت بتتحمل. لا يا رجال واستحمل، لازم اجي وياك. واحنا رايحين للدكتور اللي يروح يضربك كبرى. لا تضحك علي، رايحين اربي سمعكم دا تحجون. يا لعين. زينب تعالي خذي ابنك، يلا يلا. يا الله. يا جماعة احنا هو المكان اللي نروح له هو سوق ام ريدي قبل اي مكان اخر. سوق ايه؟ وده وقته؟ انا قلت لك عايزين نسافر بسرعة يا استاذ سام. استاذ ناجي يسمعوني الكل، انتوا ناس مصريين والوثائق اللي يتحملوها كلها مصرية، احتمال يشكون بيكم ياخذوكم بالطريق ويمكن يحبسونا كلنا. طيب واحنا دلوقتي هنروح السوق نعمل ايه؟ نعمل وثائق عراقية، هوية عراقية، مستندات عراقية، شهادة جنسية عراقية، باسبورتات عراقية، وتتمشون في كل مكان من مكانات العراق وكأنكم عراقيين. وحنمشي كده بجوازات سفر مزورة أو استثار؟ يا معود يا مزورة، الوثائق اللي بسوق مريدي أضبط من الوثائق اللي موجودة عند الحكومة. هي الحكومة إذا صار عندها زحمة تستلف من سوق مريدي. يا سلام. طبعاً. حاجة حلوة خالص. استاذ ناجي. نعم. بلا فخر، في سوق مريدي عندنا مؤسسة تزوير تعتبر من أعلى المؤسسات التزوير في العالم. اطلع على سوق مريدي. تفضل يا بتفضل، يا هلا يا مية هلا بيكم. أشكرك. استريح. كل دول جايين ياخدوا هويات وباسبورتات مزورة. لا، الباسبورتات كلها سهلة. الرجل اللي مسؤول على هذا المكتب دكتور شلاقه. دكتور مين؟ شلاقه. شلاقه؟ اسمه كده عبقري، اي حاجه تريدها يعملها، يعني شهاده وفاه، شهاده زواج، دكتوراه، ماجستير، حقه بيت، كل اللي تريده يسوي لك اياه. العفو، تفضلوا دكتور، رايكم. دكتور شلاقه، يعني جيناك مهمة صعبة. أنا أبو المهمات الصعبة. لا أكيد، بس ردنا وثائق كلش مهمة، فلا تخجلنا ويا ضيوف. نعم؟ تخجلنا ويا ضيوف يعني. أرجوك أرجوك أستاذ، هذه ما مقبولة منك. أنا أنت تشكك بنزاهتي. أنا الوثيقة اللي أسويها أخليك بها تدخل الأمم المتحدة، أنا وثيقتي مضمونة. أنا ما فد يوم إجا واحد رجع لي وثيقة وقال لي بها خطأ. اللهم صل على النبي، أنا قلت له جامد قوي جامد. أنا دكتور شلاقة، أنا نزيه، أنا والنزاهة توأم. ومع هذا اتفضلوا، شنو المطلوب؟ 9 جوازات جي عراقية، 9 أحوال مدنية، 9 شهادات جنسية. حلو، وش وقت تردوها؟ اليوم حالا. يعني عندكم صور؟ جايبين لكم صور؟ كل اللي تريده موجود استاذ ناجي. الصور حلو حلو، بس اساتذه الشغله المستعجله تختلف عن الشغله المرتاحه، يعني اذا تردوها اليوم كل شيء بحسابه. انا عناية ليك.
احنا هندفع اخضر وفلوسنا على الترابيزه. الله، انا حبيتك من اول ما شفتك، حبيتك. ما اعرف الاستاذ شنو اسمه؟ وانت يهمك اسمي في ايه؟ انت هتعمل جوازات جديده باسامي جديده، الاسم اللي يعجبك حطه في الجواز. صحيح، ومع هذا انا حبيتك وراح اختار لك اسم، اختار لك اسم موسيقي. محمد سعيد جاسم. محمد سعيد جاسم. محمد سعيد جاسم، حلو حلو، مقبول منك برضه. اوكي، اما باقي الاسماء اتركها علي. رائد، رائد. نعم عمي. باب لك عمي شنو اثول؟ العفو دكتور. اخذ هذه الصور. نعم. سوي لي 9 جوازات جي. تأمر. 9 هويات أحوال مدنية. تأمر. 9 شهادات جنسية. نعم. وسوي لي هويات توظيف. وين تريد أوظفهم أستاذ جاسم؟ أستاذ جاسم؟ أنا جاسم. وظفهم أنت بقى بمعرفتك. يعني تشكيلة. سوي لي كوكتيل. كوكتيل؟ الخلاط عاطل. لك أثول. كوكتيل مو عصير، سوي لي كوكتيل وزارات، يعني خلي لي واحد على الزراعة، واحد على الصحة، واحد على الصناعة، واحد على التجارة، وخلي لي واحد على النفط. النفط، خلي النفط ده على الجواز بتاعي، أنا أحب النفط. لا أستاذ لا، أنا مخليك على وزارة الخارجية. لا لا لا، بلاش الخارجية، أنا الخارجية قضيت فيها وقت طويل يعني، أنا أحب النفط أوي. كانوا بيعملوا ايه كل ده؟ دول اتأخروا قوي. الغايب حجة ومعاها زمانهم جايين. أنا مش فاهم يعني ايه الحكمة إنهم يعملوا لنا باسبورتات عراقي، وبعدين انا مفتخر بطنط المصريه دي. ايوه مفتخر بطنط المصريه. ما انت ديك سمعت يا عبد عمك سعد بيقول لك ايه؟ بيقول لك وجود المصريين هنا بيعمل لهم قلق. يا اخي المصريين دول بيعملوا مشاكل في اي حته. ايوه لما اقصى يعني ما ينفعش يعمل لي باسبور ليبي، اهو برضه ينفع لو الدنيا لطشت مع الواحد